أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العمل على وقف أوروبي جماعي لمبيعات الأسلحة إلى تركيا. وفي تصريحات له في العاصمة البلجيكية بروكسل، أشار ماكرون إلى أن العدوان التركي على شمال شرقي سوريا سيؤدي إلى مأساة إنسانية، محذرا من أن الاجتياح التركي سيؤدي إلى عودة تنظيم داعش الإرهابي. avec un souci aussi aux côtés de nos amis irlandais qui était de préserver les équilibres politiques. Cet accord donc apparaît aujourd'hui comme un bon compromis qui permet de répondre à tous ces objectifs.